من هو؟ باطل الباب. عويس؟ لا تخافون لا تخافون خلاص سكتوا. خالتي أخاف الشرطة ياخذون جاكم. إيش بنسوي؟ قلت لكم لا تخافون لا تخافون. اخذيهم ودشي داخل. يلا 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 نعم. مساك الله بالخير. الله لا يمسيك بخير. ايش تبي؟ ايش دعوه يبا ايش دعوه؟ بايق حلالك انا حجي. اخلص ايش تبي؟ انا جاي اسلم عليك واطمن، انت بعد بحسبه ابوي واكثر. ابوك؟ للحين لك عين تطري ابوك؟ شوف عاد انت تدري ايش سويت في ابوك؟ شوف عاد حجي انا قاعد احجيك عدل حاشنا عدل. سعدوه عندكم ولا لا؟ سعدوه؟ اي سعدوه هذه؟ سعدوه مرتي. مرتك؟ هلا ماني خابر عندك مره اسمها سعدوه. الشيبة قام يستهبل. سعادو طليقتي ارتحت زين عندكم ولا لا؟ يلا يلا عاد يلا يلا قبل لا اكسر العصا على ظهرك. يلا خف علينا يا الحزام الاسود يا تكويندو. انت ما تستحي انت ما تنتخي مو عيب عليك جاي تطق باب بيتنا تور على مرتك على طليقتك على قولتك. احنا شكو نعرفها تعرفنا ايش علينا منها احنا خاسينا عندنا ايش حقه تبيها روح اسأل عنها بيت اختها روح اسأل عنها هناك وشوف شو السالفة. يوبا بيت اختها اختها تودع في المستشفى ماكو احد ورايلها قطوه بامريكا. تعرف امريكا بيتهم ما في احد من حاشة. تدري ليش من حاشة؟ ليش من حاشة؟ هي بغت تذبحني بغت تطقني بطت راسي يا حجي وكالشرطة ترى يدورون عليها. والله يا ليتها ذابحتك وفاكتنا منك حجي. ترى انت لسانك طويل ويبي له قص وشكلي انا اللي بقصه. شوف عاد لا تطول لسانك ترى بكسر هالعصا هذا على ظهرك. يلا ذلف يلا عاد يلا 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 يلا. بس شوف ترى ان عرفت انكم تسترين عليها بشك عليكم عند الشرطة. اذا عرفت انكم يلا طلع يخطي اوريك انتو هاي هالعيوز مالتك. ليش راسك الحين عيوزك المتاع صلاحيتها. لا 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 اوريكم. اي والله ما يستحي على وجهه يا يطق بباب الناس. والله أنت الله على هالسوالف هذه. إي والله ما لقى أحد إلا يطق بابنا يدور مرته طليقتي. الله حاله ابتلشنا بهالأشكال هذه. ها عمي بشر ذلف 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 الله لا يرده. والله الحمد لله أنا خفت الشرطة ياخذونك ومتوهق. مصيبة صابت شلون دروا إن إحنا عندكم؟ اصبر اصبر شوي بعدين افهمك. خل اقول لهم وهو جاي كذي ما يدري انكم موجودين ولا لا. وهو راح هناك وودى الشرطه معاها ما لقاكم ما لقاكم. قال ماكو الا اروح حق اقرب الناس لهم اكيد بلقاهم هناك. كلامك عدل. وهو ما يدري انكم مقطوعين من الشارع واهلكم وبعاد عنكم اللهم يا كافي. انزين عمي تهقى برد؟ ما أعتقد يرد. بس هو إذا شم خبر ودرى إنكم موجودين هنا أكيد بيرد. لكن شوفوا عد انتوا ما أبيكم تطلعون برا. ما بي حد يبين لو شم عود منكم ترى بي يركض ويسوي لنا سوالف مرة ثانية. شلون يعني عمي؟ ليه متى بنظل هنا إحنا محكورين؟ لأن الله يفرجها يا ولادي. يلا يما دشوا داخل دشوا. الله يستر. طلعوا وين راحوا؟ الله يعلم يا بوك. أنا يوم رحت علشان أشوف سلوم هالخبل هذا أشوف أوراقك عنده ولا مو عنده كان يقولون لي جيرانهم ويه هذيلي عزلوا وطلعوا من زمان شالوا من هني. يعني شنو؟ مرضية باعت البيت؟ والله يمكن لا تستبعدين. ما
احنا ليش حظنا كذي؟ كل ما يتبطل باب في وجهنا يتكفل ثاني. استغفر الله يا ربي، انا ما ادري منو داعي علينا. خالتي لا تزعلين مني، ادري ان انتي وايد تحاتين اوراقك وتبينهم، بس انا وايد ولهانة على امي، ودي اشوفها، ودي اطمن عليها. بس عمي تقدر توديني حق امي؟ مشتاق لها. والله ودي يا ولدي، ودي اوديكم، لكن انا خايف من هالنزقه هذا عويس، اكيد العين من خش وقاعد يراقب البيت، يبي يشوف انتوا موجودين هني ولا لا. انا بعرف هالغبر مو يقول انه يحبك، ليش ياذيك ودخلك مخافر؟ شو السالفه؟ ليش بعد ما فهمتيها؟ عشان تضعف وتضطر ترد له. خسي ان شاء الله انه هو اخر واحد في العالم ما رديت له. شاهين تعرف تشوف عنوان بيت سلوم الخبل سلوم، بيتهم الجديد الحين. تمام. يعني تقول ما ردوا البيت؟ كلش عمي، خير شر. ولا قدرت تعرف اي شيء عن مكانهم؟ تبي صدق عمي؟ انا حاولت بس ما وصلت حق شيء. زين ليش ما جربت انك تروح حق ريل اخت مرته؟ لا لا عمي هذا ما يقدر يفيدنا بشيء. ليش؟ يقولون مطلقها، يعني ما له علاقه فيها، ما اتوقع تروح تقعد عنده. شو مطلقها الله يهديك وهو ليله الصكه كان موجود عندهم في البيت؟ صدق عمي والله ما انتبهت. لا بلا كان موجود. المهم ما علينا، الحين مرته هذه ما عندها اهل، ما عندها معارف، يمكن يكون راح عندهم. عمي انا اللي اعرفه ان اخت مرته ما سافرت وانها هجت من البيت مع عيال اخوك. بس انا اقول عمي ليش ما نفكر بقرب الناس لهم؟ يعني مو شرط اهلهم، يمكن عند جيرانهم. تلفزيون ما ادري شلون صاير. استغفر الله. ليش؟ شنو ليش؟ صاروا طقت كبدي كل يوم تلفزيون، وبعدين يعني ابي اطلع ابي استانس ابي اشوف الدنيا ابي اروح الفرع. بس يا عمي طقت كبدي. انت كل حلاوه بس ككل بسك. اوف انت كل ما شفتيني قطيتي على الكلمه. استحوا على عيونكم، ترى احنا مو في بيتنا قاعد تناجرون. استحوا عاد. خالتي كلمه هي قاعد تسوي السوالف هذه. اوه صاج خالتي خلاص بالكلام. طقت جبودنا، لمتى بنقعد هني احنا؟ لين الله يفرجها. خالتي قولي حبيبتي ايش تبي؟ خالتي عمي مشاهين متى برد؟ الله كريم ان شاء الله يرد بعد شوي ويطمننا على امك. سلام. ماكو شيء، ملل، ما عندي شيء اسوي. البيبي؟ لا خالتي سعاد قالت ما نبطل تليفوناتنا ولا حتى البيبي، هي تخاف انه يمكن عمي يدق علينا او يمكن عيال عمي يدقون. عيال عمي؟ لا بالعكس، انا وايد احب عيال عمي، يعني بثينة زينة، بس سيف طالع على عمي.
أدري إن عمي راشد راح يطمن على أمي، وإن شاء الله يا ربي يجيب لنا أخبار حلوة. صدق شاهين؟ يعني أنت تزعل ليش شفتني ضايق خلقي؟ إنزين، بس لا تزعل ولا يضيق خلقك، أنا لما أشوفك وايد أستانس، يعني لما أشوفكم.